يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يكون الجهاد جهادا حقيقيا ولنا 100 عام أو أكثر ولم نجاهد الكفار، والكفار يزدادون قوة والمسلمون يزدادون ضعفا؟ أعدوا أنفسكم، أعدوا أنفسكم مثل ما كان السلف يعدون أنفسهم، وبعد ذلك تقومون بالجهاد. هذا يستدعي الإعداد أولا، الإعداد العلمي والإعداد الحسي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أعدوا أنفسكم قبل. نعم.